طبخ على طريقة أهل حايل، اللي ما جرب أكل حايل ترى ما جرب رز. تابع معنا. بسم الله نبدأ. أول شيء نكشن البصل. كشلنا البصل زين، نضيف الطماط والبهارات الصحيحة. نضيف معجون الطماط. اللي يميز طبخ حايل للرز يضيفون ليمون أسود بالتكشينة. ليمون أسود، كركم، رقائق فلفل، بهارات مشكلة وملح. عينكم على التكشين، ما شاء الله تبارك الله، والريحة يا سلام. نضيف الحين اللحم. نكشن اللحم مع الكشنة قبل ما نضيف الماء. نضيف ماء ونترك اللحم لين يستوي. بعد ما استوى اللحم بنكمل طبخه بقدر ثاني، نشيله من المرق على قدر ثاني. نطبخ الخضار من مرق اللحم. نطبخ الخضار واللحم. الخضار بنطبخ على حرارة عالية شوي، اللحم على نار هادية مرة. الرز يبغى حرارة عالية، فجبت عين غاز قوية، وبعد ما يشرب الرز الماء بحطه على عين الكهرباء. الرز مغسول ومنقوع، نرفع الحرارة أعلى شيء. نسوي كشنة الرز، زيت وزبدة. نكشن البصل على حرارة متوسطة. كشنا البصل زين، بنضيف الزبيب. أهم شيء الليمون الأسود والهيل. سخنتهم خلاص، نطفي النار ونحطهم فوق الرز. بعد ما شرب الرز الماء حطيته على عين الغاز وقصرت النار. أضيف الحين الكشنة. يا سلام. أضيف من زيت وزبدة الكشنة. حرارة هادية بنطبخ الرز نص ساعة. من الأشياء اللي تميز الطبخ الحايلي إنهم يقدمون القرصان مع الرز، واحدة من طرق التقديم. نشرب القرصان بمرق اللحم. نحن على طريقة حايل جاهز. ما شاء الله الرز معنا جاهز. بسم الله وما شاء الله تبارك الله. هذا الرز، هذا البخار، هنا الخضار، شوف الخضار ما شاء الله تبارك الله، وهنا اللحم. طيب اللحم على حرارة هادية مرة، نزل الدهن وقشد بنفسه بدون فل. شوف شلون ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الكشنة وشوفوا الرز. شيل الكشنة على جنب وريكم الرز. شوفوا هالحبة بس، شوف شلون هذا الرز على طريقة حايل. شوفوا الحبة بس ما شاء الله، مليان نكهة ما شاء الله تبارك الله. نثري يا سلام، هذا اللي نسميه نثري وقطني. اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والحكاكة أهم ما يميز دور الألمنيوم ما شاء الله. هذه تبي صراب حايل. يا سلام، شوفوا اللون، شوفوا اللون، شوفوا الحكاكة. نضيف البزار، نضيف الخضار، القرع، الباذنجان، نضيف اللحم، نضيف القرصان على الجوانب. الخاتمة الذرور وصرار حايل. نحط شوي ذرور. الذرور وشو؟ ليمون أسود شوي فوق الرز. خيار ممكن تخلون الصرار برا أو تحطون رشة بسيطة على الرز. صراحة ولا غلطة، هنيكم يا أهل حايل. طعم طعم مركز صدق، الله يجعله بالعافية علينا وعليكم. عيد الصيف للتوكيل التجاري، وكالعادة مبدعين بالمنتجات. طيهم قدور تصميم كلاسيكي جميل يحمس للطبخ صراحة. قدور ألمنيوم سميك مقاوم للصدى وبمقابض سميكة وبغطاء يتسكر بشكل محكم زين مرة للطبخ. القدور سمكتها جدا عالية وجاية بالعرض، فمناسبة حتى لطبخ الرز، طبخ الأكل الشعبي والأكلات الجديدة والبركة. القدور رهيبة، حتى سعره مناسب، تجي بخمس أحجام القدور، تحصلونها بالمتجر على هذا الرابط.